أعزائي الطلبة، الجزء الأخير من محاضرتنا تطرقنا إن شاء الله، وصلنا إلى الميديان فلتر. نلاحظ هنا صورة، لاحظوا هذه إلى إلكترونيك بورد. هنا صورة لأي صورة لإلكترونيك بورد، ولكن ملوثة بنوع من النويز يسموه salt and pepper. salt يعني الملح، and pepper يعني الفلفل. يعني النوع هذا النويز هو نقطة بيضاء ونقطة سوداء، لذلك يسموه salt and pepper. هنا البي استخدم الستاندر افريج فلتر اللي هو صح، اللي يحتوي على كوفيشنت ثابتة وحدات، وهنا استخدم الميديان فلتر. فلاحظ انه الميديان فلتر هنا افضل، نويز ريدكشن اند ليس بلورينج ذان افريج لينير فلتر، اقل بلورينج. نجي الى الشاربنينج، بعد ان خلصنا السموثينج نجي للشاربنينج. الشاربنينج يعني تحديد الحافة عكس السموثينج اللي هو ينعم الحافة ويضيعها. الشاربنينج عكس السموثينج. احنا السموثينج عندنا بالرياضيات سميشن استخدمنا، والسميشن بالديسكريت بالكونتينوس يعني انتجرال يعني تكامل. فبما انه السموثينج تكامل، الشاربنينج اذا شنو؟ تفاضل. فلذلك من اسوي تفاضل او ديفرنشيشن للصورة راح احصل على شاربنينج، انا من اسوي لها سميشن احصل على سموثينج. لاحظوا هذه القوانين اللي تتعلق، هذه بالفيرست ديريفيتيف، فيرست اوردر ديريفيتيف، وهذه السكند اوردر ديريفيتيف. من اريد اشتق بالنسبه للاكس، ف اوف اوف اكس بلس 1 واي ناقص اوف اوف اكس واي، بالنسبه للواي اوف اوف اكس واي زائد 1 ناقص اوف اوف اكس واي. حتى نفهم هذه على فد سلسله من البكسلات، لاحظ هذه صورة مثلا، هذا البكسل رقم 4 أو قيمته 4، نريد أسوي له first derivative فأقول 3 ناقص 4 يعطيني ناقص 1. مثلا هذا الواحد 0 ناقص 1 يعطيني ناقص 1. هذا 6 يعني اليمين 0 ناقص 6 ناقص 6، وهكذا أطلع الفيرست derivative. واضح. اما السكند ديريفيتيف سكند ديريفيتيف اوف 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 اكس بلس 1 واي بلس اوف اوف اكس ماينس 1 واي ماينس 2 اوف اوف اكس واي. اوف اوف اكس واي هي البكسل اللي اريد اسوي لها ديريفيتيف. فلو نلاحظ هنا على السترب هذه، إذا أريد السكند أوردر مثلا الأربعة، أقول 3 زائد 5 يعني اللي على يسارها زائد اللي على يمينها ناقص 2 في نفس البكسل. 3 زائد 5 8 ناقص 2 في 4 يعطيني ناقص 8، فإذا تعطيني 0. شوف مثلا هذه ناقص 12 شلون طلعت يعني للستة، 0 زائد 0 ناقص 2 في 6 تعطيني ناقص 12. مثلا هذه الثلاثة 1 زائد 1 2 ناقص 2 في 3 ناقص 6 زائد 2 ناقص 4، وهكذا أطلع second derivative للصورة. من أمشي على هاي البكسلات وكأنه سويت sharpening، عملت sharpening يعني differentiation للصورة. وهذه ملاحظات على حاولوا تطلعون عليها على الايج. الجزء الاخير هو لابلاشين فلتر. لابلاشين فلتر هو عبارة عن سكند اوردر ديريفيتيف. فمثلوا هذا السكند اوردر ديريفيتيف بدل هاي العملية انه اوف اوف اكس بلس 1 اوف اوف ماينس 1 ماينس 2 اوف اوف اكس واي، مثلوها ب فلتر جاهز حتى يطبقون عليه سم اوف برودكت. هذا الفلتر هو لابلاشين فلتر. شافوا هذا اللابلاشين فلتر. This will produce a Laplacian image that has grayish edge line and other discontinuity all superimposed on dark featureless background.
شافوا أنه اللابلاشين يعطي حافات رمادية متقطعة ومتراكبة مع خلفية ظلماء خالية من الخواص. يعني شنو؟ يعني شافوا، لاحظوا هذا الشكل، هذا الشكل، هاي الصورة الأصلية، استخدموا اللابلاشين فلتر، انطاني حافات ولكن ضيع لي تفاصيل الخلفية. فلكي نبقي على تأثير اللابلاشين وإعادة خواص الخلفية، نجمع الصورة الأصلية مع ناتج اللابلاشين فلتر. فلاحظ، لاحظوا شباب، أنه هنا جي أوف أكس واي النهائية هي عبارة عن لابلاشين فلتر اللي هي خالية من خواص الخلفية، نجمعها مع الصورة الأصلية قبل الفلتر حتى نحصل على صورة واضحة المعالم وتحتوي على حافات. هذه نهاية محاضرتنا، مع تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا.